اريد اشوف وين اكو تليفون ارضي ودازيلهم الفاتوره. معقوله؟ هم حاطين رقمهم شكاوي يعني. الو السلام عليكم. عليكم السلام قلبي. العفو، احنا برنامج تلفزيوني وصلنا كتاب انه حضراتكم دازين مبلغ كلش ضخم لرقم تليفون ارضي. نعم. هو اكو تليفون ارضي بعد بالعراق؟ والله حبيبي استاذ، احنا هاي لغايه 2011 الديون. ايه، لغايه 2011 فقط. زين، انت تعرف حضرتك احنا لغايه 2011 12 كانت اكو هواتف ارضيه. زين، اما بعد ال 2011 و12 تعرف من صارت مال داعش. أيه. يعني توقفت الارضيات، ولا كان عندنا ارضيات احنا استاذنا حبيبي. بين وين ووين الارضي كان موجود بال 2011؟ والله كان ببغداد استاذي موجود، وبالمحافظات. أيه. موجوده. ايه، انا المتحدث احكي وياه، كان عندي ارضي بال 2011. وين كنت تخابر؟ على اليمن عندنا ارضي استاذي. على اليمن كنت تخابر. اوكي، هسه انت عندك ارضي، هسه جوزاني بيت اهلي لحد الان عندهم ارضي، بس نعم. على اليمن يخابرون بي؟ ماكو، ما يخابر. هو وين اكو ارضي؟ بس اسمح لي استاذي. ايه؟ هو الديون لغايه 2011 فقط. زين، احنا لغايه 2011 الارضي استاذي موجود كان. اما بعد 2011 ماكو اي قوائم، انت تدري حضرتك. زين. اي زين، هسه انتوا ده تجمعون فواتير قديمه؟ طبعا لحد الان. اي، استحقاقات واللي يعني. واللي ما يدفع اجور الارضي مالته مثلا القديم من 2011 هو طافي ما يدفع، شو تسوون؟ والله استاذي حبيبي، اولا احنا القوائم صارت بيها يعني اقساط، وصار بيها يعني انت من تروح على الدائره اللي معنيه ان تستلم المبالغ هم يفهموك. اي يعني بس وضح للناس، انت الان على الهواء، وضح للناس في حال انه واحد كان عنده تليفون ارضي، تمام؟ نعم. وهسه جت فاتوره مال تليفون ارضي وما يدفع. هم. نعم. يقول لك عمي انت بطران، يعني انت جايني هسه بال 2022 تقول لي تعال ادفع فاتوره مال ارضي، وين اكو ارضي؟ مثلا هيك يرد عليك، صح لا كلامي؟ نعم، والله استاذ حبيبي. ايه؟ احنا اولا القوائم اللي صدرت من الشركه يعني انت حضرتك قريتها. اي قريتها. خلال 15 يوم اللي ما يراجع بالامر مصادره اموال منقوله وغير منقوله.